أنا محمود الجاسم من ريف حماس الشمالي نازحين. نزحنا بسبب التهجير والتدمير والقصف وضيعنا صارت كلها تحت الركام وجينا لهون غربي اذلب احنا. احنا كان عنا منيحة في هالبيت، عنا بقرة ولدت هالبقرة ما شفناها اللي هالبقرة نزلت في هالأرض. والله ركبت هالمتور ورحت لعند هالدكاترة قلت لهم هالمشكلتي تعال تشوفوا لي هالبقرة يا أخي. صار لعشرين نهار هالبقرة ما قامت يا أخي، وسانين هالموس وكل حاز من تعمل هيك ولا بدنا نذبحها. تركوا كل شيء واجوا لعندي. والله ناموا لهالبقرة في هالأبر ويعلقوا لمن أكياس هالسيرون أكثر من ساعتين. والله ما شفنا لك إلا يا هيك يا أخونا هالبقرة هيك نفضت شوي حالة، هالبقرة انتعشت. المهم ضلوا شيء ثلاث ساعات عند هالبقرة ما شفنا لك إلا اللهم صلي على النبي قامت تتحرك. هون صار الأولاد فعلا انبسطوا والكان يبكي صار يضحك وانبسطت كثير. أنا أتمنى من الله الله يفرجها وكل إنسان مشرد ويرجع على بلده وعلى ضيعته وعلى قراه.